العتروس. عين عتروس. نتاع قربص. علاش سموها عين عتروس؟ عندكش فكرة؟ هذه ما كانتش هي اسمها عين العتروس، وما كانتش هكا من أصلها. تبدلت مع الوقت. على الوقت هي. بدلت. ما سما عندنا العتروس، عندك عين الفكرون هي من هنا، عندك عين الكنسيرة هكا. والبقية الحمام السوري أما عين العتروس قديمة 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 على الأخر. من أقدم العيون معنا. توا نشوفوا تبارك الله معبي على بلاصة ناس تجيب الذمة، هي كأنها محطة استشفائية. هي محطة استشفائية. ناس تجي تعوم فيها لهنا على البرد وعلى تعوم على البرد وعلى الواحد ويعملوا كتفل فهمتني مساج واحد يعوموا بيه. ها برشا عباد عملتها فهمتني. ومكثر العباد اللي يعوموا فيها شتا وصيف فهمتني. ما سخون يهبط ما عند ربي؟ ما عند ربي. ها تشوف فيه. تحب نوريك من بلاصه اخرى تشوفه معناها من جهه اخرى نوريك من غير هذيك منين خارج من الجبل من كامل تراب الجمهوريه يجوا لهنا للبلاصه هذه ومن احسن البلايص هذه فهمتني. او جي حتى نوريك كيفاش الماء نتاعها كيفاش سخون سخون زاد فهمتني. معناها من عز البلايص راهي قرب سري. هي منطقه سياحيه المنطقه هذه السنه ما فماش سياح. لا ما فماش سياح. سياحه لا فما كان العرب سياحة عرب معناها تزيرية ليبيين هذوك حتى تزيرية وليبيين سنا مفقودين خاطر فما كما نقولوا احنا غلق حدود. لا لا كورونا هذه الحكاية هذيك كلها اي اي هذاك هي. اما تو ما تلقاش تلقاها معبية أكثر تو تسمى شوي شوي. اما تلقاها معبية بالكدا بالكدا تو زيدها جمعة جمعتين أخرين ما عادش تعفس البلاصة هذي. ورايضة البلاصة كالم؟ لا لا كالم نظيف فيها شكل ها فماش فيهاش المشاكل جملة. راكش هنا كل أحد كل أحد الموطر. رسمي رسمي موطة على قرب سنة على موتور نجاها على الترانسبور نجاها تحب قرب سنة. علاش تغرمت بالعين هذه بالضبط ثم عيون أخرى؟ والله هذه تعجبني هذه تعجبني أكثر. شنو هي فايدتها العين هذه؟ عندكش فكره بما انك تجي كل احد؟ باهي كل شيء للبرد باهي للبدن باهي كل شيء. منين جيت انت؟ من زبوزلفة. من زبوزلفة. مش بعيده برشا كوم. مش بعيده برشا. مش بعيده. يظهر لي الناس تجي من كامل تراب الجمهوريه بلاصه. ايوه من كل بلاصه. من تونس من مستير من لعبه الدنيا الكل من سوسه لعبه الكل تجي. فما شكون يجي يصيف هنا مش في نهاره؟ اي فما فما يقعدوا. عمنا ورجينا عيدنا هنا. هاو السنه ان شاء الله نجيو نعيدونا. وكل يوم تعملوا غطسه؟ مش كل يوم كل احد. كل احد يعني كتصيفوا هنا؟ اي كل يوم. اي كيفاه غطسه صباح العشيه صباح وعشيه؟ وفي الليل والقايله. الماء سخون يظل الشتاء وصيف هنا؟ اي هكاك اي باهي. في الشتاء فما شكون يجي؟ فما فما اللي يعوموا فما اللي يعوموا فما اللي يعوموا. باش تنصح اللي يتفرجوا فيك على البلاصه هذه؟ نقول لهم قربص ننصحكم عليها. يجاو القربص خير. سنا نلاحظوا غياب الاشقاء الجزائريين الليبيين وحتى السواح خاطر نظرا للوضع الراهن اللي نعيشوا فيه والكورونا هذا ياثر على الدوره الاقتصاديه في المنطقه؟ اي ياثر بالحق. كانوا الصليبيين العباد يجيو لهنا من الجزائر من كل شيء من كل بلدان يجيو. قمام يحركوا الدولاب يكريوا الديار يخدموا لي ريستورون. يحركوا يحركوا. تو هكا تشوف الدنيا ميته. احنا توا في البلاصه هذه عين عتروس. باهي انت في شنو تبيع بالضبط؟ نبيع في تفل نتاع معناتها تفل نتاع قربص. عندك كذا تفل سبيسيال يستعملوه تلاصوم نتاع الارتروز برد وفاق وجاي التصدير. حكم عباد بحر لهنا يحبوا يعملوه على البحر فهمتني معناتها ناتيريل طبيعي. وعندك كذا تين كربون كبريت فهمتني تاع بسوريزيس اكزيما شامبونيو بوتو اما راجل ليه بصفه عامه. التين هذا اللي موجود في زوز بلدان في العالم عندك في الاردن في البحر الميت. موجود في تونس تاع صفرة صدفية حبشباب وذبية حساسية جلدة ميتة دسة كلب شامبنيو أي نوع مرض جلدي بصفة عامة سيرتو المرض المزمنة كيف ما الصفرة والصدفية فهمتني. المرض هذا معروف معناتها هو مزمن ما يتنحاش فهمتني لكن يتنحى بالكربون كبريت اللي هو هذا يتفلى نتاع الكناسير عباد تجي من آخر الدنيا باش تاخذه. هو فما شكون يهزوا لفرنسا شكون يهزوا لإيطاليا عباد تهز فيه بكافية كبيرة ياسر. وعندك هذا التين تو برشا عباد ما يعرفلكش شنو هو تفل وشنو هو التين تفل تلقاه سبيسيال فهمني يعملوا به التلاصو والتين اللي تلقى فيه الحروشيه تستعملوا الحجامات
تعمل الماسك الحروشيه هذيك من بعد تخدمه بالماء الورد ولا بالياغورت الناتيريل طبيعي ولا بالعسل فهمتني، تعمل القماش التنظيف نتاع البوله مع التفتيحه. هذوما اخويا ثلاثه حاجات اللي نخدم فيهم لهنا في قربص معروفين، وعباد تجي من اخر الدنيا باش تاخذهم معنا عندنا لهنا. يقبلوا عليهم الزيار نتاع المنطقه هذه؟ كيفاه معنا؟ يعني ثم ناس تشري تستعملهم؟ لا نخدموا فيه فهمتني بكيفيه كبيره ياسر ما شاء الله. اللي يجي باش يشري انت تنصحه والا وحده يختار؟ لا انا نساله مثلا نقول له انت شنو الحاجه اللي تحب تاخذها؟ نقول له عندنا هذايا نتاع برد وهذايا نتاع صفره وصدفيه مرج جلديه، حب شباب دس كلف شامبونيو في البدن، وعندك هذايا نقول له قماش تبييض وتلميع وتفتيح، وانت النوعيه اللي تحب تاخذ. الاسوام كيف كيف ولا تختلف؟ كل كيف كيف، كعبه ب 2000 فرنك نبيعوا فيها. سواء متاع برد متاع مرج جلدية فهمتني متاع قماش متاع الوجه فهمتها كيفاش، كلها معناتها 2000 فرنك وحاجة رخيصة وعبيت تاخذ فيها بكيفية كبيرة ياسر فهمتها كيفاش. لو انت عندك مثلا متاع لابسوريزيس ولا اكزيما ولا دسة ولا بانوار تراس في الوجه معروف معناتها حتى مش تاخذ انت دويات ولا مش تاخذ حاجة فهمتني، حاجة كبيرة معناتها الصوم غير كيما نقولوا احنا ما فماش نتيجة فهمتني. هو لهنا كي ياخذ يجي يقول لك ما يسالش انا 2000 فرنك خليني نجرب بهم يا اخو فهمتني، كي تمشي معاه يبعث لك عباد وعباد تبعث عباد اللي انت عارفنا فهمتها. فما شكون يستعمل لهنا ويعوم ومن بعد ياخو معاه ويروح بهم؟ بالطبيعه فما شكون يجي خويا يستعمل لهنا، فهم برشا عباد يعملوا اللوتس سيرتو فهمتني، ويجوا لهنا نعملوا لهم بدوناتهم صاحبي يشيحوا بالقداب القداب مع السخانه وبتبيعته على هواء فهمتني، ويهبط يعوم على روحه. ومن بعد كي يجي مروح ياخو الساشي معاه ونقول له كيفاش يستعملوا في الدار باش يستعمل في الدار، ويرجع لك مره واحده اخرى ويفرح بيك يقول لك خويا يرحم والديك فهمتها. قربس نقولوا سياحة نقولوا البحر الباهي نقولوا العيون والعلاج الطبيعي، اسنا قربس ايش نقولوا عليها؟ قولوا يا حصل على ذلك كل خاطر انا ولد قربس، انا عمري 35 سنة عايش في قربس، معناتها تولدت فيها وعشت فيها وتربيت فيها ونعرفها من كبيرة لصغيرة. اش فيها قربس نحكيه على شط مثلا عين فاكرون هذا، علاش تبقى فيه كان العائلات؟ خاطر البلاصة الوحيدة في قربس تنشطون فيها العائلات، عين عتروس تنشطون فيها العائلات، تخلط كلها رجال وبرشا تصير برشا مشاكل فهمتني، على خاطر ما ثماش اكل كيما نقولوا فيها ما تجيش تفرز العباد، تجيك برشا عباد مخلطه غاديك ما تجيش العائله تاخذ راحتها. عين فكروا لي تاخذ راحتها، انت كان تعمل دوره وتصور الشط، الشط ما كانش هكا، الشط كان يبدا من اخر الزقاله هذيك نسميوها زقاله تربط فيها الفلوكه لحجره الشامو، اللي يعرف قربس يعرف حجره الشامو، يعملوا البروتكسيون هذيا نتاع البحر هي اللي هلكت البحر هذا، ولا كله حجر كبير، كان بحر دوبا تحط ساقيك في الماء تلقاه حجر ومن بعد تلقى شويه رمل، العباد تلقى كيش تعوم، عباد تتفرهد تعوم فيه مرتاحه شيخه، عملوا بروتكسيون صغار الجولف ولا الوسخ الكل يهبط فيه تتلم فيه، تصور الذريع معناتها ما كانش هذايا قبل فهمتني. قربس تنسيت، قربس مشيت، يعني هم شوه الشاطئ القربس همش البلاد كلها تهمشت، مش الشط هو ما نحكيوش على الشط، نحكيو نتكلموا على كل شيء في قربس، كل شيء في قربس تهمش، عز قربس مشي مع ناسها ومع العباد اللي تحب قربس، قربس تو انا اليوم اعتبارها نهار اثنين مش نهار احد، خاطر قربس نهار الاحد كانت ما تلقاش بلاصه منين باش تهبط القربس، مش منين باش تقعد تعوم، تبدا تحاول باش تلقى باراسول باش تحط باراسول باش تعوم، فهمتني؟ بالنسبه للعيون كيف كيف العيون كلها تهمشت، هذه هنا سنة الا ما جينا نحن وتحركنا مع البلديه وصارت شويه مشاكل باش صار هذه تهيئه صغيره كانت كلها تبعها كانت كل حكايات، والعين هذيا عين فاكرون بها للعينين من احسن العيون بريسك، توا فما صارت فيها مشكله صغيره كانت سخونه شويه على خاطر هما زوز عيون يمشي اون باراليل مع بعضهم، واحده بارده واحده سخونه، توا البارده غلبت السخونه وتمشي راه مع الطقس، طقس بارد تلقاها سخونه، طقس سخونه تلقاها بارده، عكس الدنيا فهمتني. انا نحب نطلب حاجه من السلطه ومن الناس المسؤولين على البلاد هذيا والناس اعلى سلطه في تونس، شوفونا البلاد هذيا علاش، والله حرام اللي صاير في قربص حرام، نحن نسقاتو، انا عندي ريستورون هذايا، فما عباد عندها محلات تخدم، كارين من عند البلديه، ما عادش خالتين باش نخلصوا، علاش؟ على خاطر البلاد ماتت، 35 كيلومتر ولينا ندورو باش ندخلوا من سيدي الرايس كنا قبل، تو عندنا 20 سنة الحمد لله اللي بداو فيه مشروع الكياس وصافا وان شاء الله ان شاء الله يكملوه، عندنا مشكلة أخرى معضلة كبيرة معضلة السكن زادة في قربص.
الناس الكل ساكنه في قربس. انا عندي 35 سنه، بابا عمره 60 سنه، وابوه توفى عنده توا قريب 35 سنه من عمري انا، معناتها انا ما خلطتش عليه. ساكنين في قربس ما عندناش هات ملكيه. مش كل قربس يملكها ديوان المياه المعدنيه، يملكها شريط الساحل، بلديه، اداره الغابات، املاك الدوله، هذوما الكل مش متفاهمين مع بعضهم. علاش انت انا في جره هذوما مش متفاهمين مع بعضهم؟ انا مثلا ما نجمش نستغل ارضي ولا ما نستغلش داري ولا ما نستغلش محلي كما نحب انا، وتعرف انت العيشه تو العباد الكل تعامل مع البنوك بلاش هات ملكيه، ما تنجم تعمل حتى شيء. يعني مشاكل عقاريه كبيره، مشاكل عقاريه ومشاكل سكنيه بصفه كبيره. معناتها انا اليوم انا غدوه تو عرسي في سبتمبر باش نعرس باش نخرج نسكن في سليمان، على خاطر ما عنديش وين نسكن هنا في قربس، فهمت؟ هذه ابسط حاجه. وهذا ياثر على النمو الديموغرافي في المنطقه وباش تكبر البلاد اكثر. البلاد ما تنجمش تكبر، ما عادش لازم تكبر، البلاد تحصرت، تسكرت البلاد. بورتو عندهم وين ينجموا يعملوا دي بروجي، سيبوا للعباد. انا هذه مطلبي، سيبوا للعباد تربح. راك الدوله كدوله كي تنظم انت القطاع هذايا وتنظم الناس هذوما المسؤولين عليها قربص، الخمسه قطاعات اللي حكيت عليهم انا، السياحه والابال والكل، كي تنظمهم في بعضهم وديوان معدنيه مياه معدنيه وتشوفوا حال البلاد هذايا، الناس البلديه تربح، العباد تربح، البلاد تكبر، تولي فيها ليسيات، تولي فيها مدارس، تولي فيها نوادي غوص، تولي فيها 20,000 حاجه. عندنا جبل، عندنا حكايه. من عين فاكرون للعطروس تنجم تحل الكياس، من عين فاكرون للبلاد القربص وسط البلاد تحل كياس، من عين اقطر تحل الجبل. عندك جبانه ما عندناش وين ندفنوا، اي ابسط حاجه، جبانه صدقني ما عندناش وين ندفنوا، ما عادش عندنا حتى بلاصه في الجبانه، حتى بلاصه باش تحط فيها ميت في الجبانه ما ثماش. ابسط حاجه هذه مدرسه يقراوا فيها ثلاثه اقسام، سنة الأولى والثانية يقراوا مع بعضهم، ثالثة والرابعة يقراوا مع بعضهم، خمسة وستة يقراوا مع بعضهم. سنة الأولى فيها زوج من الناس يقراوا، سنة الثالثة فيها ثلاثة، والرابعة يذري فيها واحد وحده يقرا، ذاك عامل مكتب واحد. معناتها افهم أنت شنيا معناتها الوضعية وين وصلنا. ولاد قربص الكل هاجت من قربص، ديارها مطيش، أما مشي يسكن في سليمان ويسكن في حام نلف ويسكن في تونس. علاش؟ خاطر هنا مش متوفر له حتى شيء، ما ينجمش يعيش. مش متلفت لنا السنة مثلا ما فماش سياحة، ما فماش جزائريين، ما فماش ليبيين، ما فماش مواطنين بالخارج، هذا يأثر على الحركة في المنطقة؟ أثر عليها برشا، ملي جت الكورونا أثرت عليها برشا قربص. كانت الزيرين تخدم فينا، حتى اللي يبيعوا في الخبز على الكياس عايشين، يبيعوا في السبولة عايشين، اللي حشاك اللي يبيعوا في الحم عايشين، الناس كلها عايشة، يبيع في العسل عايش. ملي جت الكورونا تو عندها شي شهر بدت ترجع شوي شوي. بدات تبدل الامور بشوي بشوي، ومعنا سياحه قربص واقفه على الجزائريين على الليبيين، حتى السعوديين جماعه الخليج هذا كانوا جو بكثره، نقصوا برشا برشا قربص، نقصت برشا برشا طاحت 70%. انت علاش اليوم بالذات جبت العائله واخترت عين فكرون بينما ثم بلايص اخرين؟ علاش اخترت عين فكرون بالذات؟ انا ولد المنطقه، انا نسكن في تكن سنه تحت الجبل، نحب قربص برشا، نحب قربص برشا من اللي خلقت فيها. أنا كي سألتك عين فكرون مثلا فما عين عتروس بعيدة بضع الأمتار، علاش اخترت عين فكرون؟ عين فكرون على الصغار باش يعوموا في العين هنا ويعوموا في الواحد، وعين فكرون هذه باهي للعينين والأمراض الجلدية بصفة عامة. يعني الماء صالح يداوي برشا أمراض جلدية؟ يداوي برشا أمراض جلدية ويداوي العين، يحلوا فيها. احنا قبل مليان احنا بواتنا وجدودنا ورونا قال لك حل عينيك في الماء تاع العين وصالح وينظف بالكدا وبحرها نظيف، فيها شوية زلق وفيها شوية كذا، إن شاء الله تصلح الأمور والبلاد. قبل الحق كانوا طرابلسية كانوا خدموا الواحد، والله غالب جت الثورة دخلتها بعضها. واضح. بارك الله فيك.